أن ازيك كده؟ ازيك يا حاج منير؟ الحمد لله. ما ردتش عليا يا حاج حسين. ما انا رديت عليك الصبح وقلت لي فكر. يلعب ابو وسيم. الشراكه معايا وحشه ولا ايه؟ لا مش حكايه وحشه وحلوه يعني، ما تلعب يا ابو وسيم. الله، ما هو الراجل قال لك الشراكه وحشه. هو ما قالش ان شراكتك وحشه، بس هو يعني يقصد ان شراكتك وحشه. انت بتعمل ايه؟ خد البياضه دي يا راجل، ده حتى القهوه حالها بقى غير الاول خالص. لا انت قادر تشغل صبي ولا عارف حتى تعمل لها تجديدات. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هو انت سوق العطاره واقف عشان كده عاوز تشاركني؟ اشمعنى؟ اشمعنى ايه؟ هتسيب كرك وتيجي تشاركني؟ حد يقول لي الرزق لا؟ لا ما حدش يقول لي الرزق لا ولا حاجه، بس بصراحه بقى يعني انا ما بحبش الشراكه دي، يعني مش عاوزها. وبعدين انت عمال تعايرني من الصبح، حل القهوه ومش عارف تجيب صنايعي. في ايه يا عم انت؟ الرزاق موجود سبحانه وتعالى، بيرزق الهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه. العب ابو وسيم. وممكن كمان يرزقك بدوش اهو. الرزق ده بيجي من اي حته. انا بصراحه بقى ما بحبش حد يشاركني، انا زي الفريق ما بحبش الشريك. ده اخر كلام عندك؟ انا كلامي اوله زي اخره يا حاج منير. تشرب حاجه؟ لا مش مهم بقى. قبل حق كنت هنزل. تحويجه قلت لك عليها. كويسه قوي. ضمانتك طبعا. حاج منير احنا اخوات يعني، ما فيش اي حاجه. لا 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 ما تزعلش مني. ربنا ما يجيب زعل. ما تشرب حاجه. لا لا خليها مره تانيه. يا راجل اقعد اشرب حاجه. لا لا هات له كركديه ساقع. اه واحد بس. هات له كركديه عشان يهدي الضغط بتاعه. لا سلامتك يا عم منير. المره الجايه. بالاذن. اتفضل اذنك معاك. ما سيبك من التحويجه دي، عندي ليك تحويجه، انما ايه اللي هي؟ تحويجه ايه؟ يا فريده هنتاخر. سيبك من التحويجه دي، عندي ليك حته تحويجه انما اداره. ايه يا بوسي؟ تحويجه بالاعشاب، حلاوه طحنيه بالاعشاب ترجعك تاني شباب، ولو خدت خرطتين ترجع عيل في الكتاب. جربتها؟ الا مجربها. انا لسه مجربها امبارح. ايه؟ ايه؟ قعدت طول الليل، طول الليل. يا راجل. اه والله العظيم. من 10 بالليل ل3 الصبح. عمال ارجع ارجع ارجع، استخدمت كميه كبيره قوي. العب العب. العب يا حبيبي.